ليش تبكي يا لطيف؟ فكرت بالنقود. حسن؟ الله يرحمه. ترككم من كم سنة؟ 4 سنين. 4 سنين. السبب تأكدتوا منه؟ كانسر. لطيفة فقدت سندها، هو الذي ترك وراءه أحلام 4 أطفال للقاء والدهم الذي داهمه الموت مبكراً. التلوث الذي تنفثه المصانع في صدورهم بالنسبة لهم هو المتهم الأول. هذه المصانع التي منعنا من الاقتراب منها باعتبارها منطقة عسكرية يحظر التصوير أو التجمهر بجانبها. ليبقى حب البحر المتهم الأول في وفاة حسن. كانت صحته جيدة وكان يروح على البحر ويصيد. هو مجيء كونسان إن شاء الله يخدم، قلت لك حتى هو مريض اللي ما يحبش يمشي ودي ما يحب البحر. والله دي حتى نهار ما يخدمش يمشي يحب يقعد في البحر. شو بتتمني لقى؟ بس بدي أسمع منك شو بتتمني؟ شو الشيء اللي بتقولي يا ريت أنا بنام وبقوم بكرة الصبح بشوف قابس غير شيء؟ استنى. متأثرين على بغان برش.